الديمو ده مهم، الديمو ده مهم، ركز معي. هنا هتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. ده الحقيقة الميزات الرئيسية وأنت شغال في السي شارب أو في الجافا. هنا بنتكلم عن الكلاسز والأوبجكتس بشكل موسع شوية. الأربع عمدان للأو أو بي اللي بتقول لك إن أنت شغال أو أو بي هما التالي: حاجة اسمها الأبستراكشن، الإنكابسوليشن، الإنهيرتنس، البوليمورفيزم. الكلام ده بدل ما يتشرح ولا هتطلع بحاجة، خلينا نشوف الكلام ده عمليا. الكلام ده يعني واحد واحد كده الدنيا بتبتدي تنطق معانا. هقفل السولوشن ده، لو انت عايز تشتغل معايا اشتغل، لو عايز تفتح معايا سولوشن جديد اشتغل. بروجكت جديد انا هسميه او او بي اوبجكت اورينتد بروجرامينج ديمو، وهذا ستيل في دي 2. ماشي طبعا عمل لي الفورمه دي، طبعا انا يعني مش مهتم قوي يعني، بس سنترال. وهخلي هنا ده اقول له ايه او او بي ديمو. تعالى نعمل كده كلاس صغير، اد كلاس، وهسمي الكلاس ده كاستمر الموظف. طيب عظيم جدا. بعد كده بص بقى، خلي بالك ده نون، يعني ده اسم نون، كاستمر موظف. تعرف في اللغات كلها ممكن توصف النون، ممكن توصف الايه؟ الاسم. الحاجة اللي بتوصف الاسم احنا بنسميها ايه دايما؟ ادجكتيف، بنسميها الصفة. في العربي مثلا يقول ولد حسن، ولد جميل، فتلاقي ان الصفة بتيجي بعد الايه؟ بعد النون. عكس الانجليش مثلا، الانجليش دايما بتقول ايه مثلا؟ نيو بوك مثلا، فبتيجي الصفة قبل الموصوف قبل النون. في الفرنش مثلا، فرنش كل الصفات بتيجي بعد، فيما عدا الحلو ووحش، كبير وصغير، جديد وقديم، هي دي الحاجات اللي بتيجي قبل، غير كده بيجي بعد، يعني ساعات قبل وساعات بعد. ايا كان، انا عم بقول الكلام ده ليه؟ لان انا محتاج اني اوصف الكلاس بتاعي، احط صفه للناون بتاعي. زي ايه؟ عندي نوعين من الصفات بحطها، حاجات بنسميها حاجات ليها علاقه بالاكسسبيلتي، اكسسبيلتي، وحاجات ليها علاقه بال بنسميها الموديفايرز. يعني ايه الكلام ده؟ حاجات بتحط رولز. لما رولز، مين اللي يقدر يبص على الكلاس ده؟ مين اللي يقدر يتعامل مع الكلاس ده من براه؟ او الكلاس ده يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه؟ وتقدر انت تعمل معاه ايه وما تقدرش تعمل معاه ايه؟ يعني باي ديفولت لو انا ما حطيتش هنا اي حاجه، الكلاس ده بنسميه انترنال. يعني ايه انترنال؟ انترنال يعني انا اي كلاس احطه هنا يقدر يتعامل مع الكلاس بتاعي. لو عايز امنع الحركه دي اجي هنا اقول له برايفت، مفيش حد يقدر يتعامل معاه. لكن لو انا جيت هنا، طبعا اقول لك انت وبعدين يعني برايفت مشكله. لو انت بعد كده جيت عملت، خلي بالك دلوقتي احنا قلنا الديفولت انترنال، لو انت عملت بروجكت تاني خالص، سولوشن تاني، السولوشن التاني ده مش هيشوف الكلاس بتاعي. ليه؟ لانه متشاف بس وزن السولوشن بتاعنا. ممكن اخليه بابليك، اي حد في الدنيا يشوف. بس في حاجه كمان اخيره خلينا نشوفها، يبقى دي حاجه بنسميها الاكسسبيلتي. مين اللي يقدر يشوف الكلاس بتاعي؟ او ان انت تحط مجموعه رولز، يبقى دي صفه، تحط مجموعه رولز على الكلاس بتاعك.
تحط مجموعه رولز على الكلاس بتاعك. هنشوف احنا ايه صفه صفه من الموديفايرز دول عشان هم لزاز قوي. المهم خلينا نبتدي نعمل كاستمر. فهنادي له رقم واسمه جنسيه مثلا, اقول يعني انتجر انتجر انا عايز امشي كاستمر اي دي string, وهقول name مثلا string, وهقول nationality. يبقى انا اديته اي دي ونيم وناشوناليتي الكاستمر ده. طب هيعمل ايه بقى الكلاس ده؟ ولا حاجه, void display data, خليه يعرض بيانات معينه, يعرض المعلومات دي عشان الكلاس بس يقدر يتعامل مع الـ مع الجي او اي. هقول له سيستم دوت ويندوز دوت فورمز. انت عايز يعمل ايه؟ عايز يعرض البيانات بتاعته دي. هقول له مسج بوكس دوت شو, اعرض لي الكاستمر اي دي وانزل سطر. الكلام ده بقى مش جديد عليك. وبعدين اعرض لي النيم وانزل سطر. بعدين اعرض لي الناشوناليتي وبرضه ايه خلاص ده هو اخر حاجه فخلاص. يبقى كل اللي بتعمله ايه البتاع ده بيعمل ايه؟ الكاستمر ده بيعمل ايه؟ الكاستمر انا مديله اي دي ومديله نيم ومديله ناشوناليتي. هو الكاستمر مالوش حاجه ثانيه؟ ايه زي ايه مثلا؟ ليه جوال وايه كمان؟ وفيزا اللي يدفع بيها وايه كمان؟ لوكيشن جاله فين وعنوانه فين؟ حاجات كتير. بس انا اخترت الاي دي والنيم والناشوناليتي ده كافي للغرض البرمجي بتاعي. فالرياليتي حاجه, الواقع بتاعك حاجه, والكود لازم يكون اصعب ولا زي ولا اسهل؟ الحقيقه لازم يكون اسهل. لإلا الكود ما عملش حاجة, ما حلليش مشكلة. أنت إزاي تحل المشكلة؟ إنك تاخد الحاجة الصعبة أوي دي وتخليها إيه؟ تاخد منها, إزاي تخليها سهلة؟ تاخد منها الحاجات اللي تناسبك. أنا إيه اللي أنا عايزه؟ الأي دي والنيم والناشوناليتي, ده في بلاوي تانية ما كتير, ده عشرات, مش عايزهم, مش محتاجهم. ده بنسميه أبستراكشن. أبستراكشن يعني إيه؟ ان انت عندك حاجه في الدنيا صعبه, حاجه في الرياليتي في الواقع صعب, عايز تاخد الحاجه دي وتمثلها برمجيا از كلاس. اخد كل حاجه في الدنيا يعني. طب ما هو الكاستمر ده ليه فصيله دم, حط له بقى فصيله الدم مثلا. لا انا مالي, الحاجات اللي مش عايزها طنشها خالص, خد بس الحاجات اللي تناسبك. ففكره ان انت تاخد من الواقع فقط الحاجات اللي انت محتاجها برمجيا وتعبر عنها برمجيا, ده بنسميه ابستراكشن. ان انا ما خدتش كل الصفات اللي في الدنيا اللي ينفع الكاستمر ياخدها, ده انا سهلت. انا عملت ايه؟ سهلت الواقع. عملت ايه؟ سيمبليفيكيشن للايه؟ اوف رياليتي, للواقع. سهلت الواقع عشان اعرف اتعامل مع تناوله برمجيا. بناء على ايه؟ بناء على الاحتياجات بتاعتي. اسهل واصعب وازود واقلل بناء على احتياجاتي. هم دول بس اللي انا محتاجهم. خلاص ما تاخدش اكتر من كده. بفرض ان هو دول اللي انا محتاجهم. انا بفترض. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ بفترض ان هو ده اللي انا محتاجه. بفترض ان هو ده ممكن يكون محتاج الفيزا كمان, اروح مزود الفيزا. بعدين احتاجت مش عارف ايه, اروح مزود ايه؟ لا مش عايز الناشوناليتي, مش يهمني الناشوناليتي, اروح شايل الناشوناليتي, وهكذا. يبقى انت تشيل وتحط من الصفات اللي يناسبك. ما تاخدش كل صفات. لو انت عندك كلاس اسمه هيومن, حط بقى كل انسان, كل حاجه للانسان. ينفع الكلام ده؟ عشرات الالاف من الصفات ممكن تحطها للانسان. لا طب هاخد بس اللي يعنيه, اللي انا محتاجه برمجيا. ده اسمه ابستراكشن. ان انت لازم الكلاس لازم الموجود هنا يبقى اسهل من الواقع. تاخد بس اللي يناسبك. يبقى ده اول كورنر عندك في الاو بي. اول حاجه الابستراكشن, انك تسهل الايه؟ تسهل الواقع. اسهل الواقع ازاي؟ خد بس اللي يناسبك, مفيش اسهل من كده. خلاص يا جماعه؟ طيب حلو قوي.
هرجع هنا بقى في الفورم 1 كان المعتاد احط زرار بوتن 1 اقول ايه ان انا عايز اسميه بات تكست اسميه تكست ده نسميه ولا حاجه ديمو خلاص ديمو ومضغط الزرار ده تعالى بقى ايه نبتدي واحده واحده نحط الاكواد اللي احنا ايه عايزينها. طيب هتعامل ازاي مع الكاستمر ده؟ انا قلت قبل كده نعمل ما ينفعش اتعامل بشكل مباشر في الاساس يعني مع الكلاس، بتعامل من خلال ان انا اكريت منه اوبجكت. فقلت له انا عايز كاستمر 1، الكاستمر 1 ده انا كده عملت ايه؟ قلت له انا كده فهمته ان انا هتعامل ان انا عندي حاجه اسمها كاستمر 1 لكن لسه ما انشاتوش. عشان انشئه اقول له c1.newCustomer. هل ممكن احط ده في سطر واحد؟ كده لو انت عايز ماشي سهله. بعد كده املى بقى. هو الكاستمر 1 ده ليه ايه؟ ايه ده؟ ده انا مش شايف حاجه خالص. مش هو الكاستمر 1 ده ليه اي دي ونيم وناشوناليتي؟ طب هو انا مش شايفهم ليه؟ بعمل دوت مش جايين لي. علشان في حاجه اسمها الموديفايرز. في حاجه لا استنى مش الموديفاير، لسه في حاجه اسمها ايه؟ احنا اتكلمنا حاجه اسمها اكسسبيلتي. الاكسسبيلتي مش بس للكلاس، كمان للايه؟ للفيلدز. فهاجي هنا اقول ده بابليك، اي حد يستخدمه، لان الديفولت بتاعه ان هو برايفت. فانا هخليه بابليك اهو، بابليك بابليك. فالناس كلها من حقها تتعامل معاهم. نعم؟ دلوقتي لما اعمل دوت ايه بقى تلاقي ايه؟ اهو هذا الاي دي، هذا النيم، هذا الناشوناليتي. خلي بالك انا عايز اشوف بس ركز معايا في حته ظريفه جدا. ركز كده في الشكل اللي طالع ده. طالعين عاملين ازاي؟ شايفين البوكس الازرق ده؟ بيطلعوا كده جنبيهم علامه البوكس الازرق ده. ماشي خدت بالك؟ بس دي كانت يهمني انك تشوفها. حلو، ده رقمه هيبقى سي دي 1 كاستمر 1، وده النيم بتاعه. انا نسيت انا اول واحد، واحط انا ليه الجنسيه ناشوناليتي ايجيبشن. ماشي دلوقتي انا عرفت ايه؟ عرفت موظف. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده. اقدر اعمل ايه دلوقتي على السي 1 ده؟ اقدر اقول له سي 1 دوت، هاجي هنا برضو اقول له خلي بالك ده لازم يكون بابليك، اقول له سي 1 دوت ايه ديسبلاي الداتا بقى، اعرض البيانات بتاعته. اعرض إيه؟ قال لي اهو 1 مديح ايجيبشن، رقم 1 واسمه مديح وايجيبشن. خلاص يا جماعه دي سهله جدا. طيب هنا في نقطه، في نقطه لطيفه. كان يفترض الحقيقه يعني ان دول ما يبقوش بابليك. الفيس بتاعت الكلاس ما بخليهاش بابليك، بخليها برايفت الحقيقه زي ما كانت. بس المشكله لو انا خليتها برايفت ايه اللي يحصل؟ هيرجع دول يضربوا، هيقول انا مش شايف لا دي ولا دي ولا دي، صح؟ طب فاللي حصل التالي، يفترض ان انت دلوقتي هتعمل كلاس ليه؟ علشان هتدي الناس تستخدمه. الناس تتعامل مع الكلاس من خلال ايه؟ من خلال مجموعه الايه؟ الميثودز اللي انت حاططها. مجموعه الميثودز اللي انت حاططها. فالناس تتعامل مع الفيلدز بتاعه الكلاس من خلال الميثودز اللي انت حاططها برضه. من خلال الميثودز اللي انت حاططها برضه. يعني دلوقتي هخلي اعمل انا مجموعه ميثودز تتعامل مع دول. الميثودز دي بنسميها سيترز وجيترز. سيترز اند جيترز. تعال ناخدهم واحد، هديك مثال يعني سين على الاي دي مثلا يعني. فاقول له بابليك عشان ده ميثود، فويد سيت الكاستمر اي دي، هياخد منك انتجر، هياخد من الراجل. انت عايز الراجل ده الموظف ده الاي دي بتاعه يبقى ايه؟ فانت هتاخد الاي دي هتحطه في مين؟ هحطه في الكاست اي دي.
يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني التالي، شيل بقى دول خالص، الكلام ده يعني التالي. انا دلوقتي ما اقدرش اعمل كاست اي دي بسبب واحد، لكن اقدر اعمل ايه؟ اقول له سيت الكاستمر اي دي وبين قوسين اقول له خليه لي واحد كده يشتغل. ده لما يجي يشتغل هيعمل ايه؟ لو قلت له كده ركليك جو تو ديفينيشن، هيجي هنا هتدي له الواحد، هياخد الواحد يحطه هو فين؟ بايده في الفيلد اللي هو البرايفت. خلاص، خلي بالك ان بعض الميثودز الاخرى قد تكون حاجات برايفت، يعني دي ميثودز للمشاع انا عاملها للناس الخارجيه تتعامل معاها، ودي برضو بابليك، لكن انا ممكن اقول والله انا عندي حاجه برايفت مثلا، دي بتعمل شويه حاجات بروسيسنج داخليه internal processing، اعمل شويه حسابات ما لهاش علاقه خالص بالايه، بالناس اللي هتستخدم الكلاس، حاجات داخليه، انا هعمل شويه حاجات كده داخليه، فده internal processing. فالفكره ايه؟ لو انا عامل ده شيء سين، ده ملوش اي علاقه بالعالم الخارجي، ده انا عامله بحيث ان الكلاس هيعمل شويه شغل يعني، فجيت انا خليت ده public، معنى ان هو بابليك ان انا ممكن اجي هنا في الفورم اللطيفه دي واقول له c1.internal processing. هل هو ده المقصود منها؟ لا طبعا، كان يفترض ان انت تشتغل داخليا بس، ففي بعض الميثودز افيلبل للعالم الخارجي ان هو يعملها، وحاجات تانيه معموله للاغراض داخليه، صح؟ فانت كده عقدت اليوزر، خليته يستخدم حاجه هو اصلا المفروض ما يستخدمهاش، دي مالهاش علاقه بالسكيورتي، ليها علاقه بالكومبلكستي، يعني خلي بالك ان انا محتاج ان انا اهايد الكومبلكستي، التعقيد بتاع الكلاس اقلله على اليوزر، قد يكون هنا في 1000 فانكشن 1000 ميثود، لكن انا عارض له في الاخر ات اند اوف ذا داي اربعه بس، ليه؟ هو ده اللي محتاجه، رغم ان هو في 1000 حاجه بيعملوا عمليات حاجات داخليه وبتاع، فمحتاج دي البابليك دي احولها تاني لايه؟ لبرايفت. موضوع ان انت بتهايد الكومبلكستي دي، ده تاني بند في الاو بي، وده اللي احنا بنسميه الانكابسوليشن. يبقى ايه هو الانكابسوليشن؟ الانكابسوليشن ان انت اكنك عندك، عارف الكبسوله بتاعت الدواء فيها كل حاجه، بتعمل ايه؟ ايه اللي جوه؟ خدها، بيقول لك بس خد البتاع كده وخلاص، نفس الفكره. طب ايه اللي جوه؟ انا ما اعرفش، كل الموضوع ان انت عندك فانكشن اسمها display data، وعندك فانكشن اسمها set customer id لو عايز تسيت الاي دي، وعندك دي لو انت عايز display data في الاخر. ايه اللي بيحصل بقى جوه؟ ما مالكش علاقه، عشان security يعني، عشان ما فيش حد يهاك؟ لا طبعا مش عشان security، ده ليك انت، علشان الدنيا بدل ما تبقى معقده وشايف حاجات ملهاش لازمه، انا بسهل عليك. خلي بالك من المعنى ده، بسهل عليك. الفكره دي بيسموها الداتا هايدنج، ان انت بتهايد مش علشان السكيورتي، انت بتهايد علشان الكومبلكسيتي والتعقيد يقل بس. فاهمين لحد دلوقتي؟ ما عملتش حاجه، انا بس عاملين ايه، ندردش يعني. طب حلو، اذا انا عندي اي دي وعندي نيم وعندي ناشوناليتي، طيب معنى كده ان انا ماشي، ده بيست. لو انت عايز ترجع بقى القيمه دي هترجعها ازاي؟ خلي بالك ان انت قدرت، يعني دلوقتي لو جيت شغلت قلت له ديمو، كتب لي واحد، ما كتبليش اي حاجه تانية، ليه؟ لا انا ما عملتش سيتنج، لا للايه؟ انا عرفت الاي دي بس، لا انا عرفت بس انا ما حطيتش كفاليو الاي دي بس، مش عرف، ما قلتش عرفت، ما اديتش القيم الا لايه؟ لدول. خلاص، معنى كده انت محتاج سيترز تانيين، واحد لمين؟ للنيم، واحد لمين؟ للناشوناليتي. وبالعكس بالعكس، لو انت عايز ترجع القيمه انا ممكن اقول له بابليك اي انتجر جيت الكاستمر اي دي، رجع لي الايه الاي دي، هقول له ايه؟ ريتيرن، رجع لي ريتيرن الايه؟ الاي دي. طب مفيش حاجه اسمها اي دي، اسمها ايه؟ اسمها كاستمر اي دي. استخدمه ازاي؟ ممكن اجي من هنا اقول له انتجر الاي دي يساوي كام؟ اقول له سي 1 دوت جيت الايه؟ الكاستمر اي دي. هيرجع لك هنا سي، ان انت حاطط واحد هيرجع لك هنا واحد. خلاص؟ فانت بتستخدم الفيلد من خلال ايه؟ سيترز وجيترز. هنا في نقطة لطيفة. طب سي ان المعظم، افترض معايا ان معظم الموظفين العملاء بتوعي من مصر، هفترض انه معظم العملاء جايين لك من مصر. فمعنى كده، طب بدل لما كل اوبجكت كريتور
هتبقى انت مطالب ان انت تعمل ست هنا زي ده كده وتيجي هنا تقول له string وتحط له nationality تبعت له nationality معينة وانت عايز تست ايه بقى مرة دي تست nationality فتقول له والله ان nationality الكابيتال دي هتيجي من هنا يعني ايه الكلام ده يعني ان انت ممكن الوقت من حقك تيجي هنا وتقول c1.set nationality وتخلي ان العميل ده ايجيبشن مثلا خلاص المشكله ايه ان انت لو عملت كاستمر تاني سميته c2 وطبعا هتغير الاي دي بتاعه بس المشكله ان معظم العملاء بتوعك معظمهم جايين من مصر طب يعني انت كل مره هتضطر تزود السطر ده صح صح طب بما انه متكرر كتير طب ايه رايك نعملها بطريقه ظريفه هعمل ايه هعمل حاجه تانية اسمها كونستراكتور هاجي هنا اقول له بابليك ده اسم كلاس صح افتح واقفل كده اقول له بص باي ديفولت الناشوناليتي تساوي ايجيبشن ده اسمه ايه ده كونستراكتور يعني ايه كونستراكتور اي اوبجكت هنشئه من كلاس لازم يمر على دي بالمره بقى بالمره مش انت معظمهم ايجيبشنز والله انت بقى هو مش ايجيبشن هو حاجه تاني هاجي هنا اخليه ايه سعودي لو انا ما حطيتش دي تخيل انا ما حطيتهاش انا ما حطيتش خالص وقلت له اعرض لي بقى السي 2 هيعرض لي ايه تفتكر انا ما قلتلوش الجنسيه بتاعته انا ما قلتلوش جنسيته ايه فاهم قصدي ورغم كده قلت له ايه قلت له اعرضه لي هيعرض قال لي ايجيبشن ليه ايجيبشن لان انا وانا بنشئه عد على مين الكونستراكتور فالكونستراكتور قال له بص باي ديفولت الناشوناليتي ايجيبشن فهمتوا الفكره طب حلو انا ممكن اعمل كونستراكتور تاني اعمل كده كوبي واعمل بيست راح دماغي طب ما دام الدنيا حلوه قوي كده طب ما ممكن نعمل كونستراكتور تاني ياخد الثلاثه بقى يعني ياخد الايه ياخد يديك الاي دي ويديك الايه النيم ويديك الايه الناشوناليتي فحط بقى انت اي حاجه يعني ممكن اقول ايه والله الاي دي باي ديفولت هتبقى زيرو لغايه لما الراجل ايه يحط بقى قيمه والناشوناليتي احنا قلنا طبعا تبقى الاي دي اللي جايه لك الاي دي طبعا ده كده مكتوب غلط انا نعملها تاني هنقول ان الكاست اي دي هيبقى الايه الاي دي اللي جاي لك والنيم الكابيتال هو النيم اللي جاي لي والناشوناليتي الكابيتال هي الناشوناليتي اللي جاي لي يعني ايه الكلام ده يعني انا ممكن اعمل كاستمر تاني اشيل بقى كل دول عشان ما نعقدش الدنيا ممكن اعمل كاستمر هسميه C1 هقول له نيو كاستمر افتح قوس قال لي عندك طريقتين في كاستمر ما ياخدش حاجه وفي كاستمر بياخد ثلاث حاجات قلت له انا عايز ياخد ثلاث حاجات هقول ان هو ثلاثه وان هو اهو اسمي اهو برضو مديح وهقول ان ده ايه ده الايجيبشن ورحت قفلت الكاستمر وقلت له عرضه لي تاني يبقى انا عملت ايه هنا عملت ايه هنا ادي كاستمر يبقى انا كده عندي اتنين هنا خلي ده اهو عشان يعرف حتى ان ده الفرق اهو ده بقى سعودي وده حسب الناشوناليتي اللي جاي لي اوكي فانا عامل انا ناديت على مين ناديت على اللي فيه ثلاثة اللي فيه ثلاثة هو محتاج مني ان انا ابعت له الناشوناليتي ثلاثة مليح ايجيبشن يبقى انا ساعتها وفرت على نفسي كام سطر ثلاث سطور ليه ثلاث سطور لان انا كنت المفروض اجي هنا لو انا حسبت دي فاضيه كنت اجي هنا اقول له ايه ان السي 1 ست الكاستمر اي دي بكذا بعدين ست الناشوناليتي بكذا بعدين الست النيم بكذا يبقى انا وفرت على نفسي ثلاث سطور فاهمين الفكره انا عشان هنركز كده معايا واللي مش فاهم يقول لي عشان هتلاقي الخيوط دلوقتي كلها بتلبس في بعض ها في مشكله في مشكله طيب حلو قوي طب بص بقى انا هعمل حركه لطيفه جدا هاجي هنا هاجي هنا اكنه مش موجود خلاص هاجي هنا
واقول له ايه بقى؟ اقول له انا عايز اعمل كاستمر تاني هسميه سي 2، اقول له نيو كاستمر. قال لي ما اعرفكش. الله، ما انا كنت عاملها في الاول وكنت شغاله. قال لي انا تيجي تقول لي اه ما انت شلتها اهو، مش انت تقول لي كده ما انا شلتها هنا. ماشي، تعال شيل يا عم الاثنين. طب لما اشيل الاثنين كمان مين اللي هيضرب؟ ده يضرب صح؟ بشوف بقى المفاجأة، ده اشتغل. الله، السي شارب باي ديفولت بتعرف لك كونستراكتور فاضي شغال باي ديفولت، مش هيك تعمل حاجة. خلاص، ممكن تجبه زي ما انا جيت هنا عشان احط الناشوناليتي، فانا عملت ايه؟ عملت اوفر رايد كده ليه؟ مفيش مشكلة. لكن لو حصل ان انت عملت كونستراكتور بياخد عدد من البارامترز، الديفولت اللي هو حاطه لك يتشال. فعلشان كده دي ضربت، على رأيك ده دي ضربت، ساعتها غصب عني لازم ارجع اروح مزودها بقى. انتوا واخدين بالكم من الايشو ده؟ كده يشتغل. يبقى ده مشكله ده الكونستراكتور. احيانا بتتعامل مع قاعده بيانات، تتعامل مع ملفات، تتعامل مع ده وانت بتنشئ الاوبجكت. احيانا انت عايز وانت بتقفل الاوبجكت والاوبجكت بيموت عايز تعمل حاجه، فتيجي تقول له بقى ساعتها ان كيس انك احتاجت حاجه زي كده، بنعمل علامه الدلتا دي بعدين نفس اسم الكاستمر ده، وتحط هنا بقى اللي انت عايزه. ده اسمه كونستراكتور. بابليك از نوت فاليد. مفيش بابليك بقى. وده بنسميه ديستراكتور. يعني الاوبجكت هو بيموت، عايز تعمل ايه؟ واتس ايفر بقى، وات ايفر اللي انت عايزه بقى اعمله. اللي انت عايز تعمله اعمله. لو انت عايز تعمل حاجه والاوبجكت بيقفل بيموت، حطها هنا. عايز تعمل حاجه والاوبجكت بيتم انشاؤه، حطها هنا. اتفقنا على الكلام ده؟ اتفقنا على الكلام ده يا شباب؟ طيب حلو قوي. بص بقى، دلوقتي احنا شفنا حاجتين، شفنا الابستراكشن وشفنا الانكابسوليشن، عرفنا الاثنين. بالمره غالبا مفيش حد بيعمل الكلام ده. مفيش حد بيكتب يعمل برايفت وبعدين يرجع يحط الايه؟ ال بتاع ده الستر والجيتر وكده. ادي الستر وادي الجيتر، تعالى ناخدهم كده عندي كات، حطهم هنا عشان يبانوا لك. يعني مفيش حد بيعمل قوي الكلام ده. امال بيعملوه ازاي؟ بيعملوا الكلام ده ازاي؟ كاست اي دي نيم ناشوناليتي، انا عايز احفظ بس الاسماء. بيعملوه كده غالبا. الستر والجيتر بيتعملوا ازاي؟ بيتعملوا بالمنظر ده. هخلي دول برايفت، وغالبا الناس بتحط اندر سكور كده في الاول. يعني تعالى نعيد التسميه نظبطها. يعني ده بين المبرمجين عشان الاندر سكور، يبقى انت قصدك ان ده حاجه تبقى برايفت. يعني طبعا هنا ده هيضرب عشان ده المفروض يبقى اندر سكور، وده بقى اندر سكور، وده اندر سكور، واندر سكور. حلو، ما انت برضه محتاج ستر وجيتر. بس هحطها بطريقه ثانيه. الستر والجيتر احطها ازاي بقى؟ احطها ازاي؟ بص، شايف دول كلهم؟ شيلهم. الله، بعدين هكتب بروب فول. كتبت بي ار او بي اف يو ال ال، بعدين عملت تاب تاب. قال لي انت عايز انتشر؟ قلت له اه. قال لي هسميه ايه؟ قلت له اندر سكور، هسميه كاست اي دي. طيب وهيتعرض قدام اليوزر اكنه ايه؟ هي بس شلت الاندر سكور، قلت له كاست اي دي. ده احنا بنسميه يا جماعه، دول بنسميهم بروبرتي. بص بقى اللي حصل التالي، مش هو انت محتاج فيلد برايفت ومحتاج له تو مسج، واحده ستر والثانيه جيتر. يبقى انت محتاج كام مسج؟ سته، لان انت عندك ثلاثه كل واحد اثنين. فقال لك ايه؟ طب انا هسهلها لك، اكتبها لك انا. ده كلها وضع اسمها بروبرتي. يعني ايه بروبرتي؟ انت ادي الفيلد بتاعك الاندر سكور كاست اي دي. حلو؟ المسجز الاثنين الستر والجيتر هدمجهم مع بعض اكنهم شكلهم بالنسبه لليوزر اكنهم يبقوا فيلد. يعني هيعمل دوت يطلع له كاست اي دي، فهو شايف اكنها فيلد، لكن هي مش فيلد. الحقيقه هما ميسلز، واحده بتعمل جيتر والثانيه ستر. دي جيتر دي ستر.
لكن لما هو يجي يشوفها شوف بقى الظريف هو لما يجي بقى يشوف طبعا لسه الناشوناليتي تعال نعمل نفس الموضوع تعال نعمل الناشوناليتي بعدين اوريك هو يشوفها ازاي قلت له برايفت سترينج تعال نعملها لنا هو بروب فول ذا سترينج وهخليها اندرسكور نيم الاول واحده ودي نيم انا كده عملت ايه عملت تو فيلدز وفور وفور ميثودز الاثنين اسمهم يبقى كانهم مسميهم تو بروبرتيز يعني نفس الموضوع هعمل بروب فول ده بقى برضو سترينج وده اسمه اندرسكور ناشوناليتي وهاجي هنا اسميه ناشوناليتي الله طب وليه العك ده اقول لك بقى دلوقتي انت المفروض انا خلصت عملت سيتر وجيترز لايه للكاستمر اي دي والنيم وناشوناليتي يا ترى انا شايف دول لا لما تيجي هنا لو انا عملت اهو كاستمر اهو سي 2 رحت رايح للسي 2 قلت له دوت تعالى كده في الماجنيفاير افرجك بقى ايه اللي حصل بص قلت له سي 2 دوت شوف طلع لي حاجه اسمها كاستمر اي دي الله بس ده مش اندرسكور يبقى هو ما عرضليش الايه الفيلد عرض لي الايه السيتر والجيتر بتوعه اللي انا سميتهم كاست اي دي دول هي سيتر وجيترز بس شكلهم هنا زي ما اكنهم مش ميثود اكنهم فيلد افرق ازاي بقى بين الفيلد وما بين البروبرتي خلي بالك الثاني كان صندوق ازرق انا وريته لك قبل كده لكن ده عامل زي البتاع ده المفك كده خلاص فده ايه يقول لك انت بقى هنا ممكن تعمل ايه لو وقفت عليه شوف شوف وقفت عليه هنا يقول لي ايه يقول لي دول خلي بالك ده في الاخر دول تول ميثودز واحده بالجيت واحده بالست فاستخدم الجمله دي يا اما اسيت يا اما اجيت يعني ايه الكلام ده اهو يعني ممكن اجي هنا اقول له يساوي 10 او ده انا كده بست او ارجع منه انا عايز الاي دي فاقول له هات السي 2 دوت الكاست اي دي يبقى انا كده ده هنا ايه ده هنا انا استخدمت السيتر وهنا استخدمت الجيتر اهو بس شكلها لذيذ بالنسبه لليوزر شكلها حلو وبالنسبه لك الدنيا متظبطه ادي برايفت وادي السيتر والجيتر بتوعه كله على بعض اسمه ايه اسمه بروبرتي كده الدنيا متظبطه يبقى دي اسمها ايه يا جماعه بنسميها برو بروبرتي يبقى بروبرتي ما هي الا فيلد بلس سيتر وجيتر تك على بعض اسمه بروبرتي ده اسمه بروبرتي اي سؤال اي سؤال في الحته دي في حد بره استاذ احمد غنام سام استاذ حسن احمد استاذ حسين عبد الله استاذ حسين ناجي استاذ حميدي استاذ خالد استاذ عادل استاذ عبد الرحمن استاذ علي محمد الاستاذ محمد جابر استاذ محمد عبد الله استاذ مشعل استاذ مقرن استاذ منير استاذ هشام استاذ ياسر اوكي قبل ما اكمل عايز امريك حاجه بقى ثانيه كده ايه سوري طيب مش انا قلت في حاجه اسمها موديفايرز احنا شفنا حاجه اسمها اكسسبيليتي تعملها برايفت وانترنال طيب تخيل ان انا عملت كلاس ثاني قبل ما اكمل في بيت الاركان بتاعت الاو او بي هعمل كده كلاس ثاني هسميه بروسيسنج وعايز اوريك الموضوع ان انت ممكن يكون عندك موديفاير كلاس بنعمله موديفاير هاجي هنا اقول له ان الكلاس ده ستاتيك ده ستاتيك يعني هو متشاف من بره كل حاجه بس ستاتيك يبقى ده ايه ده نوع من انواع الايه الموديفايرز موديفايرز خليته ستاتيك ستاتيك كلاس يعني كل الفانكشنز اللي جواه هتبقى ستاتيك يعني مثلا اجي اقول ايه بابليك فويد مثلا ايه كالكوليت كالكوليت او اد اجمع اد اد ايه اد رقمين انتجر اكس انتجر واي شكلي عمل كده بس ماشي
اهو انا هنا المفروض ان اجمع رقمين هريتيرن الايه اكس بلس الواي ارجع لك تدي تسالني وانا ارجع لك. بيقول لي ايه ما ينفعش تحط الميثود عاديه جوه ستاتيك كلاس، لازم كمان الفانكشن تبقى ايه هي كمان تبقى هي كمان ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ ايه ستاتيك دي يعني ايه ستاتيك؟ انت قلت لي بابليك ستاتيك فويد كذا كذا كذا. تعالى بس نتاكد انها شغاله. المفروض ان هي يقول لك ايه ايوه ده فويد، انا عامل فويد وعامل نو بيرتيرن ازاي يعني؟ صح. طيب هاجي هنا انا عايز ده يتعامل مع جي او اي، اقول له يوزنج سيستم دوت ويندوز دوت الفورمز. حلو. وبدل ما يرجع خليه يعرض عشان ده فويد ما بيرجعش حاجه. مسج بوكس دوت شو اعرض لي الاكس بلس الواي بس كده شغال المفروض يعني. اكس بلس cannot convert from ماشي خد بقى دول الاكس بلس الواي انتجر زي اللي هو الاكس بلس الواي وخد الزي الزي دي حولها لتو سترينج. ها خلص بقى عملها. حلو. ايه يعني ايه بقى استاتيك؟ بص بقى هاجي هنا في الفورم 1 الطبيعي ان احنا بنعمل ايه؟ خلي بالك انا خليت ده ايه؟ بابليك اهي يعني المفروض اشوفه. هاجي هنا في الفورم 1 اقول له طيب بص انا عندي كلاس اسمه بروسيسنج هعمل منه اوبجكت واقول يا بي دوت مفيش حاجه خالص اهي واصلا عامل له احمر على البتاع ده ليه؟ قال لي انت مش قلت لي ان الكلاس ده ستاتيك؟ قلت له اه. قال لي يبقى تستخدمه على طول. يعني ايه تستخدمه على طول؟ يعني احنا الطبيعي انك بتعمل اوبجكت بالكلاس صح؟ الا لو الكلاس ايه؟ ستاتيك. تروح قايل كلاس دوت وتروح عامل ايه؟ اسم الايه؟ الفانكشن اللي انت عايزها من جواه وخلصنا على كده. فتقول له مثلا ايه 3 4 تاخد الرقم ده ايه؟ يطلع لك دي رساله. يعني بص طبعا انا مش عايز اعرض حاجه اهو 7. يبقى الحاله الوحيده اللي انت بتتعامل مع الكلاس بشكل مباشر مش مع اوبجكت من الكلاس لو كان الكلاس ايه يا جماعه؟ ستاتيك. لو كان الكلاس ستاتيك او لو كانت الفانكشن ستاتيك وجوه كلاس عادي ممكن اه ممكن. يعني مش لازم الكلاس كل فانكشن تبقى فيه ستاتيك. طب تعالى كده اجرب اهو اهي اهي. بس انا خلي بالك لو انا جيت بما ان الكلاس نفسه مش ستاتيك معنى كده ممكن اعمل منه اوبجكت. يعني ممكن اقول بروسيسنج بي يساوي نيو بروسيسنج مش هيقول لي لا ماشي. بس لو قلت له بي دوت مش هلاقي الايه؟ مش هلاقي الفانكشن الاستاتيك، هلاقي الفانكشن النون استاتيك. ما فيش ولا واحده كلهم استاتيك، هي فانكشن واحده وهي استاتيك خلاص. يبقى ده الاستاتيك عشان تعرف تفرق ما بين الاثنين. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اي سؤال لغايه دلوقتي؟ عظيم. ماشي. قلت لكم بقى بص الكاستمرز دول مش كلهم عاديين، ده في بعض الكاستمرز بيقول لي اونلاين، يعني بيقول لي ما عندي موقع الكتروني فبيقول لي مثلا بعض الكاستمرز دول. وهم نفسهم بيبقوا شركات، يعني هم كمان ليهم ممكن موقع الكترونيه و و و. فانا عايز لو الكاستمر اونلاين يبقى ليه خصائص زيادة شوية، اه ليه خصائص الكاستمر العادي بس هزود كمان عليه مجموعة خصائص زيادة. يعني أنت عايز نفس الخصائص وزود عليها شوية. ساعتها ممكن تعمل حاجة اسمها الوراثة، ليه؟ لأن يقول لك الابن بيورث خصائص الأب ومعاه حاجات تانية زيادة، مش ما بيورث خيم خصائص الأب. كلامي واضح. ما بيورث خيم خصائص الأب، بيورث خصائص الأب، بتفرق كتير. يعني إيه؟ الاب ليه مثلا ليه حاجه اسمها اللغه. انا ممكن اكون انا نيتف عربي وابني نيتف انجلش لان هو اتولد، بس احنا الاثنين لينا حاجه خاصيه اللغه. احنا الاثنين بنتكلم، احنا الاثنين بناكل ايه؟ موضوع مختلف. بس احنا لينا نفس الايه؟
الخصائص، قيم الخصائص تختلف. فانا عايز اقول كده ان الكلاس الجديد ده هيبقى ليه قيم، هيبقى ليه خصائص القديمه بتاعت الكاستمر ويقدر يزود عليها. فانا عندي كاستمر فتيجي نزود عليه، هقول اد كلاس جديد، اقول انا عايز اونلاين كاستمر. فانا عايز اقول له خلي بالك نقطتين كده فوق بعض، ده هيورث من كلاس اسمه كاستمر، بس كده. يبقى اي حاجه في الكاستمر معايا، اي حاجه في الكاستمر معايا، اللي موجود في الكاستمر موجود فيه. هاجي هنا بس على الكاستمر اخليه انا اوريدي بابليك ماشي. فيبقى عندنا كمان اللي عنده هيبقى عندي. حلو، محتاج اعمل كونستراكتور للاخونا ده. هنشوف لسه هنحط فيه ايه. طب ايه الخاصيه الزياده اللي انا عايز ازودها عليه بقى؟ هقول ان انا هزود عليه ان هو كموقع ممكن يكون ليه يو ار ال مثلا، حتى مش هعملها بروبرتي، هعملها عاديه واعملها بابليك انا بس عشان اخلص يعني. طبعا الكلام ده غلط بس يعني ماشي، هديك بس ايه المفيد يعني. خلاص، فهو هناك في كام خاصيه؟ كان عندك ثلاثه، اي دي ونيم وناشوناليتي، وزودت هنا ايه؟ يو ار ال. يبقى ليه كام خاصيه الجدع ده؟ اربعه، مش واحده، اربعه. طب عظيم، بس في عندي مشكله. ايه هي؟ دلوقتي انت هتنشئ، عايز تعمل ايه؟ عايز تنشئ كاستمر جديد نيو من النوع الجديد ده. يعني انا هشيل لك بعد كده خالص، احنا مش عايزين الكلام ده كله. انا عايز اعمل اونلاين كاستمر، هسميه او سي 1 مثلا، نيو ماشي. انا عايز اعمل كذا حاجه. اول حاجه ان انا عايز اديله الاربع قيم، فاهمين قصدي؟ يعني عايز هنا اخلي الكاستمر ده ياخد مني اولا الثلاثه القدام. فين الثلاثه القدام اللي كانت موجوده هنا؟ دول، ياخد الثلاثه دول. طبي، والرابع بتاعهم مين؟ string url. انا حطيته هنا، حطيته في حته غلط طبعا. اقفل بقى شويه كده عشان اتلخبط. المفروض احطها هنا في الكونستراكتور، احط دول والرابع بتاعهم ايه؟ string url. حلو، بس دلوقتي انت عندك مشكله رهيبه. ازاي اليو ار ال سهل؟ انت هتاخد اليو ار ال المبعوث وتحطه في اليو ار ال بتاعك ماشي. الثلاثه التانيين تعمل فيهم ايه؟ انت عايز تاخد الثلاثه دول وتحطهم في الاب. حطهم فين؟ في الاب. ده الشايلد، ده الابن، ده بنسميه درايفد كلاس. ده درايفد كلاس. درايفد يعني ايه؟ يعني ده مشتق من ده. ده الكاستمر ده بنسميه البيس، ده الاب، ده البيرنت. فانت ممكن عندك حل، في حل ان انت ممكن تقول والله البيس ابويا كان ليه حاجه اسمها كاستمر اي دي، خد الاي دي اللي جاي ده حط فيه. حد فاهم حاجة؟ تاني، انت عايز تملى منين؟ انت عايز تملى اربع خصائص، قيم اربع خصائص. واحدة منهم اللي هي اليو ار ال هتحطها هنا. فخدت اليو ار ال حطيتها هنا على طول. الثلاث خصائص التانيين هيتملوا من خلال مين؟ الاب. الاب. تعدي على الاب. فالخاصية ما اقدرش اكسسها بشكل مباشر، لازم اقول له بص الاب ابويا اللي انا شايفه اللي انا واخد منه كان ليه خاصية اسمها كاست اي دي. اللي ماشي. خد بقى الاي تي اللي جاي لك حطه فيه. فاهمين؟ يبقى انا محتاج اعمل كام سطر هنا؟ ثلاث، واحد اللي كاست اي دي بيز كذا، والثاني بيز دوت نيم، والثاني بيز دوت ناشونال. ده حل. في حاجه تاني احلى، مش انت اصلا هنا عندك كونستراكتور في الاب؟ مش انا عندي هنا كونستراكتور في الاب؟ صح؟ بياخد الثلاثه، نادي عليه. نادي عليه، نادي عليه، يعني اقول له بص تيجي هنا تقول كده مثلا نقطتين فوق بعض. نقول ان البيز ده افتح كده قوس، شوف هو فتح لي اصلا، هو فاهم، هو ذكي. انت عايز اللي بياخد ثلاثه؟ خد الثلاثه دول، اول ثلاثه ابعتهم هنا، ريح دماغك. هنا بقى طبعا ايه، خلاص مش محتاج تعرف، شيل بقى التعريفات، شيل التعريفات. هنا انت الراجل هيبعت لك اربع قيم، خد الاي تي والنيم والناشوناليتي وابعته لمين؟ للكونستراكتور بتاع الاب.
يتحط خلاص. يبقى لك الرابع حطها هنا، يبقى ساعتها مش محتاج ايه؟ مش محتاج تحطها واحده، مش دي احسن ولا لز؟ خلاص عندك دي وعندك دي اللي انت عايزه، عندك دي وعندك دي. ساعتها انا مش هبقى محتاج دي. دليلي ان كده دي اشتغلت. طبعا دي ضربت لان محتاج اربع ايه؟ اربع قيم. ايه القيم؟ لو انت جيت هنا فتحت القوس هيقول لك اديني الاي دي نيم ناشوناليتي يور ال. ماشي اي دي يا سيدي 3 نيم واليور ال. طب افرض نعملها شركه يعني، يعني لو شركه مثلا اكس واي زي ودي شركه مصريه، قلنا معظم الشركات من مصر، هنقول مثلا ايه اتش تي تي بي دبليو 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 دوت اكس واي زي دوت كوم مثلا. كده بقى مستريح جدا، كده الجدع ده هيبقى مستريح جدا. طيب ده ثالث حاجه يا جماعه، ده بنسميه ايه بقى اللي احنا شايفينه ده؟ ده من ثالث كومبوننت بنسميه الانهيرتنس، الايه؟ القدره ان الكلاسز تورث من بعضها، القدره على ان الكلاسز تورث من بعضها، ده الانهيرتنس يا جماعه. سهله المعنى كده؟ واضح؟ واضحه؟ اتمنى. طب هعمل ايه بقى؟ بص بقى، شوف بقى المفاجاه، شوف بقى المفاجاه دي، مفاجاه جامده جدا. هشيل الاونلاين كاستمر ده، خليه كاستمر، ايه رايك؟ بيلد ده ايه ده؟ ده نجح. يا نهاري. قال لك بص، انت عارف وراثه دي يعني ايه؟ يعني ايه وراثه؟ يعني ابويا بني ادم، فبالتبعية انا كمان بني ادم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كنت المفروض ان انا اعمل اوبجكت او سي 1 من ده ايه ده؟ من اونلاين كاستمر، بس ما هو الاونلاين كاستمر في الاخر هو كاستمر. فهعمل الاوبجكت على الاونلاين كاستمر وفي الاخر هبصيل الكاستمر، ما هو كاستمر. اونلاين كاستمر از ا كاستمر. العكس غير صحيح. العكس مش كل كاستمر اونلاين كاستمر. ايه الدليل؟ انا لو جيت دلوقتي كده وقلت بص انا عايز اعمل نيو كاستمر، النيو كاستمر اهو فاضي اهو، وهحط بس هبصيه بقى لمين؟ هسميه سي 1. قال لي ما اعرفكش. A customer is not an online customer, but an online customer must be a customer. صح ولا مش صح؟ والله صح، والله صح. طب بص بقى، هعمل بقى حاجه جامده جدا، هعمل حاجه جامده جدا. دلوقتي انت عندك في الكاستمر كان عندك حاجه اسمها ايه؟ ديسبلاي. ايه ديسبلاي؟ داتا، صح؟ كوبي كده، ده اللي فوق، ده اللي في الاب، ده اللي في الاب يا جماعه ركز معايا. هاجي في الابن كوبي بيست، ده الابن اهو كوبي ادي بيست اهي. لو انا جيت عملت بيلد زعل. تعالى الاول، هو زعل لكذا سبب، خلينا نعمل السبب الاولاني ان هو انت بتعمل يوزنج سيستم دوت ويندوز دوت فورمز. لو انت جيت تعمل دلوقتي خلي بالك لك ايه شغل، بس انا دلوقتي ايه في هنا مشكله. لو وقفت عامل لك حاجه اسمها الورنينج، انا عايزك تقرا الورنينج كده معايا، فافتح لك الماجنيفاير عشان تقرا ايه ليه زعلان. بص، اونلاين كاستمر هايدز، بيخفي الديسبلاي داتا اللي فوق. لو انت عايز تهايد قول صراحه ان انت عايز تهايد. انا مش عايز اهايد. اما انت عايز تعمل ايه؟ اقول لك انا عايز اعمل ايه. انا عايز استخدم القوه بتاعت الاو او بي بشكل كامل. هاجي فوق هنا وهقول له خلي بالك ان الفانكشن دي ممكن الابن يعيد توصيفها. ليه عيد توصيفها؟ هو هنا بيطبع ايه؟ الاي دي والنيم والناشوناليتي، لكن المفروض ان الابن يطبع معاهم كمان مين؟ يطبع ايه معاهم؟ الموقع، صح؟ صح؟ فالمفروض ان هو يطبع كمان اليو ار ال، يو ار ال في اليو ار ال. انا عايز يطبع الاربعه، فالطباعه هنا غير الطباعه هنا، رغم ان الاسم ايه؟ الاسم واحد. ده بنسميه الاوفر رايد.
يعني لو ناديت من هنا تعمل حاجه، لو ناديت من تحت تعمل حاجه. طيب حلو قوي، حلو قوي الكلام ده. حلو، هاجي هنا فوق في الكاستمر اللي فوق بس اتشيك ان انا ماشي صح، اقول له بص هاجي هنا، مش احنا قلنا ان في حاجه اسمها موديفايرز؟ ده من الموديفايرز. ان انا اجي هنا بعد بابليك اقول له الفانكشن دي ابستراكت، اسف اسف، الفانكشن دي اسف اوفر رايد، لا ابستراكت لاين سي، ابستراكت ابستراكت، الفانكشن دي ابستراكت. يعني ايه ابستراكت؟ يعني الفانكشن دي ينفع ابني يكتب عليها، ينفع ابني يكتب عليها. doesn't declare a body because it's مش عارف ايه it's contained in a non abstract clause. ثواني ايه، شوف انا غلطت معلش، انا عايز كلمه فيرتشوال معلش يا جماعه ناس، فيرتشوال خليها فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال؟ يعني ابني اهي هكتبها لك، كلمه الكي وورد فيرتشوال يعني ذا ايه، ذا تشايلد كان اوفر رايد ذا فانكشن. ايه الكلام ده، توصفها بالشكل اللي هو عايزه. فانا خليتها هنا فيرتشوال، حلو قوي. بما ان انا خليتها هنا فيرتشوال، اجي بقى في الابن، هو كمان عايز حاجه، اكتب هنا ايه، اوفر رايد. يبقى فوق خليته ايه، فيرتشوال، وتحت خليتها ايه، اوفر رايد. بس ده هنا موديفاير وهنا موديفاير. طب انا استفدت ايه يعني من ما عملت كده؟ يعني ايه الميزه؟ تعالى اوريك الميزه. بص بقى دلوقتي، انا خليت الاونلاين كاستمر ده، انا خليته ايه، خليته ايه، خليته كاستمر، عشان قلت الاونلاين كاستمر او سي 1 سميت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ايه، كاستمر. السؤال اللي بيطرح نفسه، سؤال بقى المليون ريال دلوقتي، لو قلت له او سي 1 دوت ديسبلاي داتا، ينادي على مين، الفانكشن اللي فوق ولا الفانكشن اللي تحت؟ شفت بقى هي إيه دي. بص بقى دلوقتي انا عملت ايه، دلوقتي شغل لخبطه. دلوقتي انت عملت اوبجكت من الاونلاين كاستمر اللي فيه فانكشن اللي اسمها ديسبلاي داتا، بس انت قلت له بص الاوبجكت ده انا حوله لي لاوبجكت من نوع ايه، كاستمر، لان هو ينفع لاخر هو كاستمر، بس الكاستمر هو كمان فيه ديسبلاي داتا. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ينادي على الاب ولا على الابن؟ هو بقى ذكي، لما يجي بقى يفتح يقول لك انت زي انت عملت بوست لنفسك عندي ان انت كاستمر، بس انا شايف ان انت من الابن، انا شايف ان انت من الابن، فروح مباصي الكلام ده لاني فانكشن، الفانكشن تحت بتاعت الابن يطبعها. خلاص؟ فده اللي بنسميه، تعالى الدليل على كده، لو انت شغلت شغل ده طبعا اليو ار ال، رغم ان انا حولتها لايه؟ لكاستمر. طيب خلي بالك عشان نفس الامر، افتكر دايما لو انا كنت جيت هنا وعملت كاستمر سي 1 نيو كاستمر وفاضي وقلت له سي 1 دوت ديسبلاي داتا، وكنت خدت دول كوبي بيست وسميت ده علي وقلت ان ده سعودي، ده هينادي على الثلاثة أول مرة، تاني مرة نادي على الأربعة، رغم إن أنا في جميع الأحوال منادي من خلال نفس الإيه؟ نفس الكلاس. ده رابع بند عندنا في الأو بي، ده اللي بنسميه بولي مور فيزم. أي سؤال؟ أي سؤال؟ معلش، هو في كمان حاجات تانية بس يعني ما يبقى ايه الاربع حاجات كمان تحت الاو بي؟ ابستراكشن، انكابسوليشن، انهيرتنس، بوليمورفيزم. ده بيسموه بين قوسين كده بيسموه ليت بايندينج. قالك انا بعمل ليت بايندينج، ما تبقاش انت مذهول، هو البوليمورفيزم يعني ليت بايندينج. اشوفكم بكره يا جماعه ان شاء الله.